معنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. صبحك الله بالخير يا أيمن، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يعني أنا صراحة يعتصر قلبي الألم لأني ما توقع أني بوافق وبستغنى عن واتساب. واتساب يعني عاش معنا سنين، ويعني كثير من التطبيقات اللي نستخدمها بشكل دائم، لكن للأسف بيصير عليه تغييرات أظن أنها ما حتعجب الكثير. إيش رأيك في هذه التغيرات المرتقبة؟ يعني هل تأتي في عملية دمج طبيعية أم فعلا هي تنتهك خصوصيتنا؟ أيمن، يعني هلا ما هي اللي انت تفضلتي فيه هو اساس الحديث كله، انه واتساب نحن كل يوم نستعمله مع الاصدقاء والاقرباء ومع دوام العمل وشغل وكل شيء بنستعمله كل يوم، لنوقفه ونروح على محل ثاني لازم بهالمحل الثاني تيليجرام او سيجنال يكونوا جماعتنا واصحابنا بدنا اياهم نحن هونيك. ايوه، بس احنا مش هونيك رح نكون لحالنا هونيك. ففي يا نروح كلنا يا ما نروح. صح صح. ويلي هلا فيسبوك يلي عم تعمله، يعني نحن بس نحكي فيسبوك عم نحكي عائله فيسبوك، فيسبوك يعني التطبيق الازرق وانستغرام وواتساب، فاذا ما نحكي مزبوط مزبوط مها. أيوة. بدنا نوقف واتساب وانستغرام وفيسبوك فينا؟ صعب صعب يا مها، هذا نحن كل يوم عليهم هالتطبيقات. يعني هو صح، يعني قد يكون صعب بالنسبة للمستخدم. طيب بس إيش الحلول؟ يعني هل يجب أن نوافق على كل الشروط المتاحة، نشارك معلوماتنا؟ إيش المعلومات اللي أصلا بنشاركها على فيسبوك؟ يعني هلا مثلا بواتساب اذا انا عم بتواصل انا وياكي بالرسائل، الرسائل كلها مشفره، يعني فيسبوك ما فيها تعرف انا وياكي اي صوره عم نحكي شو هن الرسائل. بس شو فيهم يعرفوا؟ فيهم يعرفوا انه اول شيء ايمن يعني محفظ بتليفونه رقم مها، فبيعرف انه ايمن بيعرف مها. بيعرف كمان انه ايمن ومها بيتواصلوا كثير او بيتواصلوا شوي، بيتواصلوا بعد نص ليل او بيتواصلوا بالدوام. طب لما يتواصلوا مع مها، مها بترد عليه لايمن او ما بترد عليه لايمن؟ للدرجة. طيب أكيد. وكمان جايين بيتواصلوا مع مها، طب مها هي مع مين تتواصل؟ طب إذا جايين تتواصل مع مها ومها تتواصل مع الشخص، يعني فبيربط كل هالمعلومات سوا، حتى لو ما بيعرفوا الرسائل مضمونة بيعرفوا مين عم بيحكي مع مين. يعني في أحلى منا مها تعرفي مين عم بيحكي مع مين وأي ساعة وليش وعم بيردوا وعم بيردوا. طيب بعد ما يعرفوا، يعني هل في خوف من إساءة استخدام هذه الخصوصية؟ يعني كل واحد أكيد خايف على خصوصياته، طبيعي. يعني هلا هي منا ما حتكون إساءة، يعني ما حتنباع هالمعلومات، ما حد يعني ما حقدر فوت انا على الانترنت اعرف مها مع مين عم تحكي وشو شو حتصير. حيبين ساعتها بالدعايات اللي بتوصل لك على انستغرام وفيسبوك، حيكون الدعايات يعني مخياطين اكثر لك لانه بيعرفوا اكثر عنك انت، انه انت شو اهتماماتك، مع مين بتحكي، وهن شو اهتماماتهم. لانه يعني بتعرفوا نحن كاشخاص مها بنضلنا يعني حوالينا اشخاص اللي بيشبهونا شوي اكثر بالحكي والقدره الشرائيه والاهتمامات. فالدعايات فبصير طريقه الدعايات بتكون يعني مخيطه اكثر، فصلي اكثر لك. والخدمات التجريبيه اللي بيعملوها بيجربوا مع ناس غير مع ناس وهيك، بس كإساءة خصوصيه واذا ما في هدف، اذا في هدف على فتره طويله انه يكون الخاصيه احسن لك، واكيد في مردود دعائي افضل للمؤسسه. طب الناس المعترضه على هذا التصرف من فيسبوك، وكثير طبعا من ضمنهم إيلون ماسك، يعني وكثير من الناس اللي نادت ب يعني ترك وهجر واتساب والانتقال إلى تطبيقات أخرى زي سيجنال وتيليجرام وغيرها من التطبيقات، يعني ليش أصلا هم معترضين؟ هذا مش حق من حقوق فيسبوك، وبالمقابل التطبيقات الثانية اللي متوفرة بتأمن لهم فعلا حماية للخصوصية؟ هلا مها يعني خلينا نحكي شوي اكثر عن نحن بالبلدان العربيه، في ناس كثير عم تقول انا خصوصيه وما بيصير وما بقبل. طب نفس الشخص بيحط صور على انستغرام وفيسبوك من شغله من بيته من اصحابه من اغراضه، بده يفرجينا سياراته وين عم يروح ويجي، يعني ايوه بس هو يوري اللي يبغى يوريه، مو احد يشوف كل شيء، يعني في فرق. لانه هون في موضوع الخصوصيه، اذا انا عن جد عندي مشكله خصوصيه بدي في مواضيع ثانيه ما لازم احكي فيها على الانترنت، لانه الانترنت يعني كل الناس فيها تشوف كل شيء. فهون موضوع فصل الخصوصية عنا براسنا دائما عم بتكون منا واضحة، لأنه من جهة بدنا خصوصية بس من جهة حبينا نفرج الناس نحن أنا تيابي من وين عم بروح مع مين عم بيجي وهيك. فهون بدنا نرجع للوعي الذاتي، أنه أنا كل شيء بحطه على الانترنت بدي أعتبر يعني بالشغل مديري ومدير شغلي الجديد اللي حكون عنده اللي حيشوفه أقربائي حيشوفه، طالما أنا مرتاح. يعني أنا دائما بشوف أنا بيني وبين حالي بس حط شيء على الانترنت، إذا الله يرحمها ستي بتشوفه مرتاحة
حرفيا انا ما عندي مشكله بحطه على الانترنت، هذا هو انا بعتبره مقياس معين للخصوصيه. طيب اخر سؤال بس، هل يمكن لاي شخص الاطلاع على هذه المعلومات من خلال فيسبوك؟ يعني اذا انا حطيت موافق وشاركت فيسبوك معلوماتي، يقدر شخص ثاني يشوفها ولا لا؟ هذا سؤال يعني يهم ناس كثير. لا لا اكيد هالمعلومات منا موجوده للاشخاص، انا ما حقدر اعرف انا انه مها شو رقم تليفونها، مع مين عم تتواصل وقد ايه عم يحكوا، ابدا ابدا. هي عم تكون على صعيد المؤسسه كفيسبوك وانستغرام وواتساب والتقنيه، يعني مش اشخاصهم حتى مش موظفينهم، التقنيه تبعونهم اللي بتعطي هالمردود الدعائي الكبير، بس اكيد مش الاشخاص. يلا اذا جات على فيسبوك ممكن يعني لاقي لها حل. شكرا جزيلا لك من دبي الخبير في تقنيه المعلومات ايمن عيتاني كان معنا. يعطيك العافية أيمن.